السلام الله عليكم متابعي قناة دنيا المعلومة. في فيديو طبعا قبل هذا قمنا بإعطاكم طبعا الإجابة الصحيحة حول طبعا السؤال الذي يقول: انتقال حبوب اللقاح من ميتك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى يسمى. طبعا في هذا الفيديو سنعطيكم طبعا من الكتاب طبعا الإجابة الصحيحة وسنتعرف عليها. فكما تشاهدون من الكتاب، فتتكاثر النباتات البدرية عن طريق التكاثر الجنسي، حيث يندمج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث، ويوجد المشيج المذكر داخل حبوب اللقاح التي يتم إنتاجها في ميتك الأزهار، أما المشيج المؤنث فيوجد داخل المبيض. والمبيض جزء طبعا منتفخ يقع تحت الميسم، ويسمى انتقال حبوب اللقاح من الميتك الميسم بالتلقيح. طبعا يسمى بالتلقيح، هذه الإجابة. واي تلقيح هو ما سنتعرف عليه، وينتج عن عمليه الانتقال طبعا واندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث. والتلقيح نوعان: الاول يسمى التلقيح الذاتي، وفيه تنتقل حبوب اللقاح من الميتك الى الميسم في الزهره نفسها. طبعا في الزهره نفسها طبعا يسمى بالتلقيح الذاتي، اما الزهره نفسها. والثاني يسمى التلقيح الخلطي، وفيه تنتقل حبوب اللقاح من ميتك زهره الى ميسم زهره اخرى. بالتالي فالاجابه الصحيحه هي طبعا التلقيح الخلطي، هو الإجابة الصحيحة إخواني. طبعا هذه هو الإجابة الصحيحة من خلال الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، كذلك دعم لنا تقديم لكم المزيد من الإجابات. والسلام عليكم ورحمة الله.